جربوا الكلاب اللي الكلب ما يسمعش كلام اي حد ولا يقعد ولا يتحنك زي ما انت شايف كده. احسن احسن. ايوه كده قاعدة. ايوه كده احسن احسن. ايوه قاعدة قاعدة. قاعدة قاعدة. ايوه كده زي ما انت شايف. هو يخلي الكلب يشخط فيه ويرفع ايديه ويعلي صوته وانا اشغل الكلب عليه. امسك يلا بيتي. ايوه كده كده امسك يلا امسك يلا. اهم حاجه اللي ما يحننش الكلب زي ما انت شايف. امسك يلا جدع جدع جدع. خش على ذنب تاني كده اهو. حنن الكلب. انا عايزك اكن هتطبطب على الكلب. ارفع ده بايدك لفوق كده يمكن يحن معاك. ايوه كده. طب تحت. ايوه كده ايوه كده زي ما انت شايف. هو كده اهو. ما يخلوش الكلب اللي هو يلمسه وانا شغل الكلب. لو الكلب هلاقيه هيحن اروح انا مشغل الكلب فيه في نفس اللحظه. جدع جدع. امسك يلا جدع يلا. ايوه كده جدع جدع. لو هو لقى الكلب هيسن يروح لكش واحده. جدع 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 جدع. اديله. ايوه لطشه بقى لطشه. ايوه كده جدع. ايه اللطشه دي عشان الكلب ما يامنش لحد. اهو. لا اقعد اقعد واديله برده لطشه ثانيه. بص هنا الكلب بيعمل ايه لما اتلطش مره راح راجع. ايه راجع ورا اهو. يلا عايز واحده بس لطشه واحده. واحدة بطوله بس انا عايز واحدة بطوله. طب اعمل بايدك التانية قلتش بالتانية. لاتشة بس لاتشة. هي اللاتشة اللي هتفوق. بص الاتنين بتوعه. نزل واحدة تحت. نزل واحدة تحت. اهو كده. نزل. خليك بتحت. طرع بتحت. ايوه بتحت. وقلتش بيدك التانية لما يبص تحت. ايوه كده. ايوه هي هي شو. جد جد. لازم الكلب يبقى صاحي ليدك الاتنين. جدع يا زم جدع جدع. طيب تعالى كده الروي. جدع روح جدع. يلا واحدة واحدة عليا. اعبس اعبس وحنن. انا عايز اللاتشة. اللاتشة هي اللي بتفوق الكلب. طبعا مالينه عشان زي ما انت فاهم الكلب بينتش. طبعا هنا بص انا ما بشغلش انا بخليه هو اللي ايه. جدع جدع جدع.
كلب بيخليه يرفع كلب بيخليه يرفع كلب بيخليه يرفع ايده ويجيبه من تحت. يلا طب تعالى للنتايه. لطش، عايز لطشه لطشه. يلا 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 وتش. بص النتايه بتسحبه لجوه. بص كل واحد وبيبقى ليه دماغ. بص النتايه عايزه تعضه بس. النتايه دي بتهوهو قليل. بس حلو كده عشان نبقى ايه. لا ايوه عشان نروحه سلام. عامله بريئه ما شاء الله ما شاء الله زي ما انت شايف كده اهو. الكلب لازم عشان تخليه محدش يلمسه لازم تخلي الانسان ياذيه عشان يبقى عنده عداوه بينه وبين البني ادمين. جدع جدع جدع. صحي لك روي. بس حلوه كده حلوه كده عشان نروحه سلام. هنا دخلنا بقى جوه العنبر. دخلنا الكلاب في البوكسات عشان نشغلهم في الاوضه زي ما انت شايف. لازم الكلاب تشتغل بره، تشتغل على مربط، وتشتغل سايب، ويشتغل وانت واقف جنبها وانت بعيد عنها، ولازم تشتغل برضه وهي في البوكس عشان الكلاب تعتمد على نفسها. الكلب يشتغل لوحده، يشتغل من غير امر، يشتغل لما تيجي تزاوله، يشتغل وهو محبوس وهو سايب. في كلتا الحالات لازم الكلب بتاعك يشتغل ويهجم على طول من غير اي امر ولا اوردر، عشان لما يجي يخش اي حد غريب يبقى الكلب شغال زي ما انت شايف كده اهو. بنزاوله بالبلاستيك، مره يمسكها مره ما يمسكهاش، مره فوق مره تحت، مره بايدك مره من غيرها، عشان الكلب يتعود يبقى شغال وعنده وضع الاستعداد يشتغل على اي حاجه زي ما انت شايف كده اهو. واحد بيمسك، واحد بيتعلم منه.